بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل يا سادة يا كرام مع الجزء الثاني في الامينو اسيد، تكمله الامينو اسيد. بدانا كلامنا عن الكيميكال كلاسيفيكيشن، وكانت الكيميكال كلاسيفيكيشن في القصه اللي فاتت دي، ارجع لها في الفيديو اللي فات. ارجع بقى دلوقتي لايه؟ للسلايد دي تاني. دي بقى حضرتك، دي حضرتك تتكتب عندك، تكتبها كده وتبدا تملى بقى الفراغات. فمثلا الفاتيك امينو اسيد دول اللي كان اسمهم جلال، اللي اشترى الفيلا، هم دول الجلايسين والالانين والفالين والليوسين والايزوليوسين. الهيدروكسيل جروب، افتكر سيرين، دي سيرين. ما تنساش تحط معاهم التيروزين، واحنا مذاكر التيروزين او قد كده. الصلفه ده الكبريت، الصلفه دي ايه؟ الكبريت، السم سيتوزين والميثيونين. طيب الاسيدز دول الاثنين نتريجاز، هم عشان حتى هم حاجتين، اثنين نتريجاز، اسيدز او امايدز، هفرق لك بينهم دلوقتي. اللي هو الايه؟ الجاز، اثنين لتر جاز. البيزك اللي هو الاهلي، الاساس بتاع المصريين، الاهلي اساس المصريين، زي حديد المصريين كده، اساس المصريين الاهلي، ماشي. طيب الاروماتيك والامينو امينو اسيد، بعض الناس هتلاقي، هقول اخر ما ده انا قلت الموضوع ده هقوله تاني سريعا اهو. بعض الناس بتلاقي التقسيم بدأ ازاي في الاول عندهم في الكيميكال سريعا كده، يقوم قايل لهم ايه؟ في اليفاتيك وفي اروماتيك، ويرجع يقوم مقسم الاليفاتيك ده بقى عنده هيدروكسيل ولا ما عندوش، عنده ميثايل ولا بتاع ده صلفة ولا ما عندوش، عنده اسيد ولا اسيدك ولا لا، امينو ولا لا. فبتلاقي بعض المركبات خرجت من التقسيم، بس على اعتبار انه من الاساس بادئ مفرق هو الفاتيك ولا اروماتيك. هنا عند البنات ما فرقش، وصلت؟ فايا يكن القصه عند مين انت، بس هي نفس القصه، خد بالك، لحتى لو التقسيم مختلفه بتعدل فيه حاجات بسيطه خالص. طيب هنا بس فرق بين حاجتين، يعني ايه اسيد ويعني ايه امايد؟ اسيد او اسيدك امينو اسيد، لا بص ركز معايا كده، دي كربوكسيل جروب عندها، اسف دي الالفا كربون، عندها كربوكسيل جروب وعندها الان اتش 2 عظيم جدا، وعندها الراديكال بتاع الهيدروجين اهيت، مفيش مشكله، وعندها راديكال شين. حلو، لحد كده اسمه امينو اسيد عادي. ايه اللي يخليني اقول عليه اسيديك امينو اسيد؟ ان الاقي عنده كم واحده كربوكسيل في راديكال شين، يعني مثلا سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 2 وفي النص كده في كربوكسيل جروب كمان، ده كده اسمه اسيديك امينو اسيد. حلو قوي، لان ده الجزء الحامضي من المركب اللي هو الكربوكسيل جروب. طب يعني ايه بالعكس بقى؟ يعني ايه بيزك امينو اسيد؟ يعني الراديكال تشين بتاعته فيها كمان واحده امينو اللي هم الاهلي، فيهم واحده، فيهم اثنين امينو، عنده اثنين امينو جروب، دول بيزك امينو اسيد. حلو قوي. طب يعني ايه بقى اميد؟ اميد بكل بساطه ركز معايا، دي الكربوكسيل جروب. حلو، هفكك الكربوكسيل جروب دلوقتي وارسمها للشكل الكيمياء بتاعها، ارسمها بالشكل الكيميائي بتاعها، تبقى عامله كده سي او اتش دبل بوند او، ماشي. بكل بساطة معنى أمايد إن بيحصل تغيير في الكربوكسيل، يتشال الـ OH ده اللي أنا مسحته ده ويتحط مكانه NH2. المجموعة دي كده اسمها أمايد، بس مبنية على أساس إيه؟ على أساس إن المركب في الأساس كان بيزك، فعشان كده هم نفس المركبين، الجاز هم الجلوتاميت والأسبرتيت، هم اللي ينفع يتحولوا أمايد، يبقى اسمهم جلوتامين وأسبراجين. وصلت؟ طيب انا كده قصه الامايد، واللي ما لقطش الامايد معايا هتتقال تاني في الاخر، ان دي من التفاعلات او من الخواص المهمه لايه؟ للامينو اسيد، فاللي ما لقطهاش عادي. طيب النقطه اللي بعد كده، تعالوا نبدا نخش على، بعد ما خلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن هنبدا بقى نتكلم عن كلاسيفيكيشن جديده، فارجع بيك تاني للسلايد دي اللي هي الايه؟ البولاريتي. تمام، ارجع بيك، احنا دلوقتي هنتكلم، خلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن في شويه قلتهم دول، تعالى على البولاريتي. البولاريتي صراحة عندكم ما وضحهاش، يعني عند البنات ما وضحهاش، بس أنا هحتاجها فيما بعد، فخليني أقولها سريعا. يعني خليني أقول حتة بولاريتي دي، وإن كانت مش مكتوبة أو مش عليكم تعرفوا مين هم، بس خليني أوضحها سريعا. البولار أمينو أسيدز هم ثاني نفس قصة جلال وسيرين تاني خالص، بس الجزء الثاني بقى، ده الجزء الثاني من جلال وسيرين، نفس الأمينو أسيد، نفس كل التقسيم، بس شيل لو سمحت الأليفاتيك، يعني شيل الجلايسين والألانين والفالين، يعني شيل جلال والفيلا خلاص، ما الجزء الثاني ما خلاص جلال مات واتحرق في الجزء الأول. الجزء الثاني بقى كان سيرين بتحاول تخفي اثار الجريمه، فما زالت اثار الجريمه لسه معاها زي ما هي، كل حاجه. دول اسمهم بولر امينو اسيد. ركز معايا في حاجه، يا اما عندهم هيدروكسيل، يا اما عندهم صلفه، يا اما عندهم كربوكسيل جروب عشان كده اسمهم اللي هم اسيديك يعني، يا اما عندهم بيزك جروب اللي هي اللي هم الاهلي. ايا يكن لو خدت بالك البولر يعني ايه بولر بقى؟ يعني يقدر يكون رابطه مع الميه، رابط هيدروجينيه مع الميه. حلو قوي. يقدر يكون رابط هيدروجينيه مع الميه. لو خدت بالك العامل المشترك بين كل المركبات دي ان عندهم حاجه زياده، يا اما عنده هيدروكسيل، يا اما عنده صلفه، يا اما عنده كربوكسيل، يا اما عنده امينو. وصلت الفكره؟ ليه بقول القصه ديت؟ لان هاجي في الاخر ان شاء الله اتكلم عن الروابط اللي بترجع، يعني في قدره الامينو اسيد انه يقدر يكون روابط مع مواد مختلفه زي الميه وزي غيرها. فهرجع هعيد تاني او هبقى اقول ساعتها تاني الحته دي، فتبقى بس متخيله من دلوقتي. يبقى تاني سريعا،
القصه دي مش عليكم، مش على البنات، مش عليهم دلوقتي، ان انا اعرف مين هم البولر امينو اسيد. بس اللي حابب يعرف مين هم البولر امينو اسيد، هم نفس اللي فاتوا دول، شيل بس منهم الايه؟ جلال والفيلا. تمام؟ طيب تعالوا بقى النقطه اللي بعد كده، النقطه اللي بعد كده اللي هي البيولوجيكال كلاسيفيكيشن، التقسيمه الثانيه بقى اللي عليها الدور، البيولوجيكال كلاسيفيكيشن على حسب يعني ايه على حسب البيولوجيكال كلاسيفيكيشن دي؟ على حسب النيوتريشن من الاخر. يبقى بيولوجيكال او نيوتريشنال الاثنين واحد، نيوتريشن كلاسيفيكيشن او بيولوجيكال كلاسيفيكيشن الاثنين واحد. مين هم بقى؟ دي قصه كمان بقى، دي قصه سيناريوهات النهارده، قصه سيناريوهات. بصوا يا اخوان، اولا بيولوجيكال كلاسيفيكيشن او على حسب النيوتريشن بقسم الامينو اسيدز لثلاث انواع: اسينشال امينو اسيد ونون اسينشال امينو اسيد وسيمي اسينشال امينو اسيد، حاجه بين البنين، لا هي اسينشال ولا هي نون اسينشال، وهنفهم ازاي دلوقتي. طيب ازاي هنعرفهم او هنحفظهم ازاي؟ لو عرفنا الاسينشال هنبقى عرفنا النون اسينشال. امال السيمي اسينشال هم اثنين، يعني السيمي اسينشال دول اثنين، فيعني معلش بقى احفظهم، يعني عمر الطب ما كان بالسهوله دي، راي احمد موافق يعني. فايه خلونا ايه ناخد الاسينشال اهم حاجه، طبعا اهم حاجه الاسينشال، مهم جدا تبقوا عارفينها. مين هم الاسينشال امينو اسيد بقى؟ ويعني ايه اسينشال امينو اسيد؟ بصوا يا ساده الكرام، معنى كلمه اسينشال امينو اسيد مبدئيا، اسينشال امينو اسيد مبدئيا ان دي امينو اسيد الجسم ما بيقدرش يصنعها. يبقى خد بالك رقم واحد، اسينشال امينو اسيد ما بيقدرش يصنعوها في الجسم. حلو قوي. ولذلك بقى لزاما بقى لسه بقى اسينشال ان هم تيكن ان دايت، لازم المصدر بتاعهم ما بيصنعوش في الجسم، يبقى يدخلوا جسمنا ازاي؟ لازم يبقى الاكل. ولذلك الامينو اسيد الاسينشال امينو اسيد ماست بي تيكن ان دايت، لازم يتاخدوا في الاكل. الامينو اسيدز اللي هي الاسينشال امينو اسيدز لازم يتاخدوا في الاكل. طيب مين هم؟ هقول لك دلوقتي قصتهم في الرسمه العبيطه دي. يبقى مين هم الاسينشال امينو اسيدز؟ تاني دي الامينو اسيدز لازم تتاخد في الاكل. ليه لازم تتاخد في الاكل؟ لانها ما بتصنعش في الجسم بكل بساطه. عظيم جدا. مين هم بقى يا ساده يا كرام؟ اعرف معايا الحكايه دي. دي عيله غجريه. عيله غجريه يعني بتتكون بقى من يعني هم وعين في بعض، عيله كده اثنين اخوات بنات هم وعين في بعض ماشي، وديت امهم تقريبا زعلانه منه ما بتفهمش، هو في حاجه العيله دي وقعت في بعضها. ليه بقى؟ كان في فازه، عارفين فازه بتاعت ورد؟ فازه بكل بساطه، الفازه ديت بتاعت بنوته من دول اسمها مي. يعني في بنوته من دول اسمهم مي، ودي اختها، اخت مي. خلاص؟ ودي الفازه بتاعتهم. اللي حصل بكل بساطه ان ديت اعتبر بقى مامتهم، خالتهم، اي حاجه، واحده اكبر منهم بترخم عليهم اسمها لين. فهمنا مين هم افراد العيله؟ لين ومي واختها والفازه. حلو قوي. اللي حصل ان الفازه ايه؟ الفازه اتكسرت او ضاعت، مش لاقيين الفازه، مي مش لاقيه الفازه بتاعتها، فهتبدا تعيط هي واختها. فاحنا هيجي بقى صوت في الخلفيه كده، صوت المخرج في الخلفيه يقول ايه؟ ركزوا في الجمله اللي اتقال. احنا هنسال لين السؤال ده، فين يا لين؟ الفازه بتاعت مي واختها ليه اللي هيحصل يعني؟ يعني افرض ما لقيناش الفازه، لا يسيبوا البيت. قولها كده، لا يسيبوا، مش هيسيبوا، لا يسيبوا ماشي البيت، هيهربوا يعني. يبقى الصوت جه من الخلفيه قال السطر ده. ما هو هذا السطر؟ هم الاسينشال امينو اسيدز. فين يا لين؟ في نايل الانين. موسيقى. فين يا لين؟ في نايل الانين. فازا الفي اللي هي الفالين. مي ما فيش اثنين امينو اسيد فيهم ام اي غير اثنين، الميثايونين والايزوليوسين. اختها هم اثنين امينو اسيد شبه دول في النطق، الميثايونين شبه الثريونين. هاتها معايا، بص بقى اعوج لسانك لحد ما يجيبوا الاثنين شبه بعض، ميثايونين ثريونين، يعني بص هاتهم شبه بعض باي طريقه. الايزوليوسين، شيل كلمه ايزو، يبقى هو ليوسين، يبقى دي اختها او اخوها ماشي. لايسيبو اللي هو الامينو اسيد اللي اسمه لايسين، زي ما احنا لايسين كده، لايسين. بص بقى البيت، معلش بقى هات بقى يعني اقف عند حرف التي كده، اقف عند التي في الاخر وانت بتقول البيت تريبتوفان، البيت تريبتوفان ماشي. او ممكن تقول احنا بادئين بفين فبننهي بفين، يعني ما لو حابب نتفزلك اكتر واكتر يعني ماشي. يبقى كده قصه الايه الايه الاسينشال امينو اسيد مهمين قوي يا جماعه، مهمين
سواء عند اي حد بقى على فكره، بنات ولاد، يعني لو بيسمعني العفاريت الزرق، الاسينشال امينو اسيد مهمين في اي مكان، في اي مكان مهمين، مقارنه بالاسينشال امينو اسيد والنون اسينشال، من هما الاسينشال، اسئله على الاسينشال مهمين جدا 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 جدا. طيب اللي حافظهم بطريقه تانيه مفيش مشكله، في حد بيقول حافظهم بطريقه تانيه مش اي مشكله، نبقى نفتح نبقى نعمل ديسكشن على الجروب كده، واللي عنده حاجه يزود تزويده مش اي مشكله يا جماعه، خلينا نستفيد من بعض، ما عنديش اي مانع. ادي دي خلاصه طالب سنه اولى. طيب انا كنت عامل دول سنه اولى الحمد لله. فبصوا يا ساده يا كرام، اتاني فين يا لين الفازه بتاعت مي واختها لا يسيبوا البيت. لين القصه كالاتي، الفازه بتاعت مي عندها فازه، فازه ضاعت، اختها بتعيط هي واختها عشان هيهربوا هيسيبوا البيت، لين هي السبب. فبنسال لين، فين يا لين الفازه بتاعت مي واختها لا يسيبوا البيت، وتقف عند التي بتاعت البيت عشان تقول تريبتوفان. خلاص يا جماعه، ادي الاسينشال امينو اسيد، مش هقول بقى مدى اهميتهم تاني، انا قلت مره. النقطه اللي بعد كده، بعد الاسينشال امينو اسيد، وبعد ما خلصنا الكلام عن الاسينشال امينو اسيد، احنا خلاص كده اعتبر خلصنا الامينو اسيد للامانه يعني، عشان بس في الصوره. ورجاء سيبكم من الشات، لان انا مش عارف الناس شغاله بالها بالشات ليه، فسيبكم من الشات لو سمحتم عشان ما نقفلوش. سيبوا الحاجه المهمه يعني. تعال بقى نكمل، من هما النون اسينشال امينو اسيد، هي عكس عكس الكلام، الامينو اسيد اللي مش لازم يتاخدوا في الاكل، ليه؟ لانهم بيتصنعوا في الجسم. هذا النون اسينشال امينو اسيد، هم اي حاجه بخلاف اللي قلتهم وبخلاف اللي جايين دلوقتي. فسيب دي الاخر يعني، النون اسينشال ما يتذاكروش، ما يتحفظوش. انت بتحفظ الاسينشال وتعرف السيمي اسينشال، واي حاجه بيخلافهم يبقى نون اسينشال وشكرا. مين هم السيمي اسينشال بقى؟ بص يا سيدي، السيمي اسينشال سيمي بين البنين، يعني هتيجي تساله يا هيستيدين يا ارجينين انت اسينشال، يقول لك لا. طب انت نون اسينشال، يقول لك لا. انت ايه؟ انا سيمي اسينشال. يعني ايه؟ بص يا ساده الكرام، لو جيت اجاوب على سؤالين، هل ده بيتصنع في الجسم؟ اه بيتصنع في الجسم. حلو قوي، طب ما كده يبقى نون اسينشال. لا، هو بيتصنع بكميه، ودي كلمه السر، كميه قليله. حلو قوي، السيمي اسينشال امينو اسيد ركزوا في دي، بيتصنعوا بكميه قليله، ولذلك في بعض الناس بيكونوا كافيين الناس ديت، يعني مكفيين الناس ومش محتاجين امينو اسيد منهم تاني، فخلاص اللي في جسمهم مكفيهم، فمش لازم يتاخدوا في الاكل، فقول عليهم كانهم كده بقوا ايه؟ نون اسينشال. وفي بعض الناس لا، مش هيكفوهم، محتاجين ياخدوا يستزيدوا منهم في الاكل، يبقى لازم ياخدوا في الاكل عشان يعوضوا الكميه القليله اللي ايه؟ اللي بتصنع ديت يزودوها. حلو؟ عشان كده اسمه سيمي اسينشال. هي بس كده، ده معنى كلمه سيمي اسينشال. السيمي اسينشال امينو اسيد هي امينو اسيد بتصنع في الجسم، اه بتصنع. لو قال لك ام سي كيو بتصنع، اه بتصنع. سينثسايز ان ذا بادي، صح. بس بلو اماونت او ليتل اماونت، كميه صغيره. الكميه الصغيره ديت بكل بساطه كافيه لمين؟ كافيه للادلت اللي زي حضراتكم. زي حضراتكم ده ادلت، شخص بالغ، جسمه خلاص اتبنى، كون البروتينات بتاعته، ما عادش بيبني بروتينات بكميه كبيره، فالامينو اسيد اللي عنده مكفياه. انما مش هتكفي مين بقى؟ مش هتكفي الاطفال الصغيرين، التشايلد. ليه مش هتكفي الاطفال الصغيرين؟ لان الاطفال الصغيرين جسمهم بيتبنى، جسمهم بيكون بروتينات، فمحتاجين بروتينات بكميات كبيره، محتاجين امينو اسيد بكميات كبيره، فبيزيد احتياجهم من الهيستيدين والارجينين عن قدره الجسم انه يصنع. عشان كده في الحاله ديت بيبقى لازم يتاخدوا في الاكل. خلاص؟ يبقى مين هم السيمي اسينشال؟ السيمي اسينشال بكل بساطه امينو اسيد بيصنع في الجسم بكميات قليله. مين هم؟ اثنين، الهيستيدين والارجينين، احفظهم بقى. يعني دي معلش اتعب في دول احفظهم. طيب بيكونوا مهمين للناس او هيكفوا مين؟ هيكفوا الناس اللي خلاص ما عادش بيصنع بروتين. مين دول؟ الادلت. الادلت في الحاله العاديه يا جماعه، عشان برضو ما حدش يقول لي ايه، طب انا لو بروح جيم بلعب مش عارف ايه رياضه كلام زي كده، بكون ببني عضلات، طبيعي ده بيحتاج بروتينات كتير. خلاص؟ النقطه اللي بعد كده حاجه اسمها ميتابوليك كلاسيفيكيشن، اخر تقسيمه، اخر تقسيمه للامينو اسيد هي الميتابوليك كلاسيفيكيشن على حسب الميتابوليزم. بكل بساطه طبعا لسه ما خدناش ميتابوليزم، فدلوقتي يا دكاتره يعني ايه ميتابوليزم؟ بكل بساطه تحويل او قصه بناء وتكسير بعض المركبات. يعني مثلا عندك مركب زي الجلوكوز مثلا، قصه بناؤه وتكسيره اسمها الجلوكوز، اسمها ميتابوليزم. الامينو اسيد بنائهم وتكسيرهم اسمها ميتابوليزم. وصلت؟ فبكل بساطه الامينو اسيد عندنا اهو قدامه طريق من ثلاثه في الميتابوليزم، يتحول لثلاث حاجات، يا اما يتحول لحاجه اسمها كيتون بارز. كيتون بارز انا هاخدها ان شاء الله مع الليبيد في الميتابوليزم بتاع الليبيد ان شاء الله، كيتون بادز، ماشي؟ فبقول عليهم كيتوجينيك. مين هم الكيتون بادز؟ هقول لك مثال من امثلتهم الاسيتون، بس مش هقول اكتر من المثال ده، ونعرفه فيما بعد ان شاء الله. بس ده يعني غالبا لو جه سيره كيتون بادز في اي حته هتلاقي لازق الاسم الاسيتون، فده اشهر مثال بيتضرب بيه المثال على طول. طيب مين هم الكيتون بادز؟ ال اعرفها ازاي؟ بص يا سيدي،
مش في سجاير اسمها، عزكم الله يعني ربنا يعافيكم، سجاير اسمها ال ام خلاها ال ال، وما فيش غير اثنين امينو اسيد ربنا خلقهم اسمهم بقى يبدا بحرف ال ال، هو الليوسين واللايسين. ليوسين والايه واللايسين ده كيتوجينيك. طيب مين هم، ركز معايا في دي، مين هم اللي بيتحولوا الطريق الثاني بقى بعد ما ممكن يتحول كيتوجينيك؟ طب الطريق الثاني للامينو اسيد، ده الطريق الاولاني كان كيتون بارز، الطريق الثاني انه يتحول لجلوكوز، ان الامينو اسيد يتحول لجلوكوز ازاي بقى؟ سيبها الحوارات دي بعدين في الميتابوليزم هتعيش معاها. ودول بكل بساطه اللي يقدروا يتحولوا لجلوكوجينيك هم الحلقات. ارجع هات المركبات اللي كنا قلناها في الحلقات الثانيه اللي هم مين؟ تيروزين والتريبتوفان والفينايل الانين، هم دول الحلقات. وهتلاقي ايه بعدين انت تفتكر انك نسيت واحد، فتقوم حاطط علامه نجمه كده، هتنسى مين؟ هتنسى الايزوليوسين، هتنسى الايزوليوسين، ما تنساهوش بقى، فده الوحيد اللي مش الوحيد اللي مش حلقه. تمام، عذرا على صوت في الشارع، عندنا صوت في الشارع، فيعني ايه خير. آه يا ربكم ما تكونوش سامعينه بس. طيب الميتابوليك كلاسيفيكيشن، كيتون بادز يتحول لكيتون بادز، وفهمنا منهم خدنا فكره عامه منهم الكيتون بادز. طب ليه بفرقهم كده؟ اصل الكيتون بادز ديت يا جماعه ديت تعتبر من ضمن، هقول كده تعتبر، الكلمه دي مش صح وان كان مش صح قوي، لكن تعتبر من ضمن الليبيدز، تعتبر من الدهون. ليه جلوكوجينيك؟ بتفرق معايا لان ده بكل بساطه جلوكوز، ده يخش في قصه بقى كريبس والقصه دي، فالتسميه بتفرق معايا. الطريق الثالث للامينو اسيد انها ما تتكسر في جسمنا تحول لميكسد، ميكسد يعني الاثنين مع بعض، ينفع كده وينفع كده، مش الامينو اسيد يتحول الاثنين في نفس الوقت، لا ينفع يمشي في الطريق ده وينفع يمشي في الطريق ده. مين هما اللي ينفع يمشوا كده ويمشوا كده؟ اي حاجه بخلاف اللي قلته مع الكيتوجينيك او الجلوكوجينيك. تمام، يعني مثلا الجلايسين ميكسد، الالانين ميكسد، ها الايزوليوسين لا ايزوليوسين جلوكوجينيك، الليوسين لا كيتوجينيك، هنا بيتفرقوا عن بعض. تمام، انا كده قصه الكلاسيفيكيشن اوف الامينو اسيد، واتمنى تكون الصوره واضحه، مش عايزين نطول قوي، احنا اصلا بقيت الحل اصلا في اسبوع الامتحانات، فعايزين اصلا الشرح يكون سريع سريع قدر الامكان. طيب النقطه اللي بعد كده بعد الكلاسيفيكيشن، المفروض بقى دلوقتي هبدا في ايه؟ هبدا في خواص الامينو اسيد. طيب قبل ما نبدا في خواص الامينو اسيد، خليني بس ارجع بكم سريعا للسكيما العامه بتاعتنا، احنا فين دلوقتي؟ احنا بدانا كلام عن البروتينات، عرفنا اهميه البروتينات، خلينا نشوف الشات سريعا. طيب بس روفر الشات لو سمحتوا. البروتينات فانكشن، وظيفه البروتينات، امينو اسيدز، مين هم الامينو اسيدز، عرفنا الامينو اسيد، خصائص الامينو اسيد، بدانا في الكلاسيفيكيشن، خلصنا الكيميكال كلاسيفيكيشن، البولاريتي ديت قلناها سريعا لو كانت مش عند البنات، وبعدين بدانا في البيولوجيكال كلاسيفيكيشن، الاسينشال امينو اسيد، ومنهم يعني اللي هي الاسينشال، وبعدين بدانا في الميتابوليك. دلوقتي هنبدا خواص الامينو اسيد، خواص الامينو اسيد. طيب في حد بيقول لنا ان انا تقريبا شرحت الجلوكوجينيك، عكست ما بين الجلوكوجينيك والكيتوجينيك، راجعوها ورايا تاني مش مشكله، ممكن يكون بس سهوا كتبت دي مكان دي، فوارد يعني مفيش اي مشكله، جل من لا يسهو. تمام، انا حابب اعرفكم ان المفروض التحضير ده بيتحضر لايف، يعني بيتحضر وبتشرح على طول، فما فيش وقت ان انا راجع قوي يعني، فايه فممكن اغلط يعني، بس ان شاء الله يبقى غلط قليل قدر الامكان. طيب فاشوفوها تاني، وان كان ان شاء الله هيكون يعني يكون مفيش غلطه ولا حاجه. اسماء بتقول ان عندنا الايزوليوسين ميكسد، عندكم فين؟ انا قلت من الاول بقى ان انا الزمت، هو في لا في الباور بوينت المفروض بتاع البنات اللي احنا محددين نشرح منه، هو موجود ايزوليوسين تبع الجلوكوجينيك. تمام، في اماكن ثانيه ممكن تلاقي مختلف. اه يا جماعه مش اتفقنا خلاص على النقطه دي؟ طيب خلينا بس نعدي النقطه ديت، الجزئيه ديت خلينا بس نهرب منها كده ونخش على الامينو اسيد بروبرتي، اخلص ديت ولو في اسئله ان شاء الله معانا وقت نقولها، بس خلينا نستعرض دول سريعا. خواص الامينو اسيد، في خواص فيزيائيه فيزيكال وخواص كيميكال. الكيمياء بتاعت المركب، حاجات راجعه لوجود الكربوكسيل جروب، تفاعلات لوجود الامينو جروب، تفاعلات لوجود حاجه في الار تشين اللي هي السلسله الجانبيه، حاجه تكون البيبتايد بوند. طيب دول هنستعرضهم. الفيزيكال الذوبان بتاعه السولوبيليتي بيدوب في ايه؟ الانفوتيريك بروبرتي هنفهم برضو معناها، يبقى دي الخواص الفيزيائيه. تعالوا نبدا بالفيزيائيه. الخواص الفيزيائيه ثلاثه سلايد بالظبط، اول سلايد هنبدا نتكلم فيها عن حاجه اسمها السولوبيليتي، من الاخر بيدوب الامينو اسيد بيدوب في ايه؟ بيدوب في اي حاجه. ده بيدوب في اي حاجه. الميه ماشي، ووتر ماشي، اسيدز ماشي، بيزز ماشي، اي حاجه. هسالني سؤال، هو ايه يعني خلاص واقع على نفسه ليه كده؟ بيدوب في اي حاجه ليه؟ بقول لك بكل بساطه لانه يحتوي على الامينو اسيدز، معظم الامينو اسيدز تحتوي على مجموعات جانبيه مشحونه، سواء بقى شحنات موجبه شحنات سالبه،
فده بيتيح ليها روابط كتير واحتمال اكبر من الروابط. ولذلك هتحطه في حمضي، في مركب حمضي هيتفاعل عادي ويدوب فيه، هتحطه في مركب قاعدي يدوب فيه، هتحطه في الوتر اللي هي النيوترال متعادله يدوب عادي مفيش اي مشكله. خلاص يا جماعه، بس ده الكلمتين اللي عندي اللي يهمونا في القصه دي. طيب النقطه اللي بعد كده، وهي الجايه دي مهمه قوي عند معظم الناس، الانفوتيريك بروبرتي. الانفوتيريك بروبرتي بكل بساطه معنى كلمه انفوتيريك، كلمه انفو لما تسمعوا في حاجه، يعني مثلا هيعدي عليكم في الليبيد انفوباثيك، هنا في البروتين يقول لك انفوتيريك. من الاخر كلمه، لما المصطلح ده لما يتقال يبقى في حاجه مركب اكس مثلا هيشيل حاجتين عكس بعض، حاجه مثلا موجب وسالب مع بعض، اسيد وبيز مع بعض، يبقى الفكره هيشيل حاجتين عكس بعض مع بعض في نفس اللحظه. فكلمه انفوتيريك بروبرتي معناها ان المركب صراحه كده، صراحه عنده شحنه موجبه وشحنه سالبه، عنده القدره انه يبقى شايل شحنه موجبه او شحنه سالبه، يعني عنده القدره انه يحمل المتضادين. دي اسمها انفوتيريك بروبرتي. الامينو اسيدز تتميز بالخاصيه دي ليه؟ لان عندهم مجموعه بينفع تتاين بشحنه سالبه اللي هي الكربوكسيل جروب، وعندهم مجموعه ثانيه بينفع تتاين بشحنه موجبه اللي هي الامينو جروب، وبالتالي ينفع يكون سالب وينفع يكون موجب وينفع يكون الاثنين في نفس اللحظه، ودي لها تعريف. طيب ازاي؟ بص يا سيدي، حط لو جبت الامينو اسيد ده اللي هو عنده مجموعه بيزك اللي هي الامينو جروب ومجموعه اسيدك اللي هي الكربوكسيل جروب، حطه في اسيدك ميديا. يعني ايه اسيدك ميديا؟ يعني ميديا او وسط فيها هيدروجين كتير، في من الاخر موجب كتير. حلو، يقوم اللي يحصل بكل بساطه في موجب كتير قوي، في هيدروجين كتير، يقوم الهيدروجين يروح يرتبط مع الامينو جروب، فيبقى الانبات ان اتش 3 بلس على شحنه موجبه، فالامينو اسيد عموما بقى شحنته ايه؟ بقت شحنته موجبه. يبقى لما الامينو اسيد اتحط في شحن في اسيدك ميديا بقى مشحون بشحنه موجبه، من الاخر بقى بيزي، بقى بيزي اشتغل كقاعده، لما اتحط في وسط حامضي اشتغل كقاعدي. فاهمين قاعدي ديت يا جماعه يعني ايه؟ قاعدي يعني شايل شحنه موجبه. ماشي؟ طيب تعالى بالعكس، ما علينا اعتبروا مش الكلمتين الاخيره دول ممكن تبقوا بعض الناس، ما علينا من الحته الاخيره دي. تعالى بالعكس كده، البيزك ميديا يعني ايه بيزك ميديا؟ يعني فيها هيدروكسيل كتير، او من الاخر فيها هيدروجين قليل ايا كان الاثنين. المهم بيزك ميديا وسط قلوي، وحط فيه الامينو اسيد، حط الامينو اسيد اهو، تعالى بس نمسح الامينو اسيد كده نرجعه تاني لطبيعته، الامينو اسيد الطبيعي خالص هو زي ما كان. الامينو اسيد الطبيعي هنحطه هنا. خد بالك فيه هنا او اتش كتير، او اتش سالب كتير. ماشي؟ يقوم الاو اتش السالب يعمل ايه؟ يسحب الهيدروجين ده. ياخد الهيدروجين من الكربوكسيل، الكربوكسيل يفقد الهيدروجين ويتحول الى ايون سالب. وبالتالي بقى المركب هنا الامينو اسيد شكله ايه؟ بقى شايل شحنه سالبه. فلما احط الامينو اسيد في بيزك ميديا بيتشحن بشحنه سالبه، يعني بيشتغل كاسيد، المركب اللي بيتشحن بشحنه سالبه اسمه اسيد. خلاص يا جماعه؟ طيب خد بالك احنا مش في العادي التجربه بتتعمل ازاي؟ انت بتجيب اسيدك ميديا وتفضل رايح بيها، تفضل تغير فيها لحد ما تحول لبيزك ميديا، فانت في منطقه في النص تتعدي على البي اتش كلها، في منطقه في النص هتعدي عليها خد بالك بقى في بي اتش في النص، دي بي اتش. عند بي اتش معينه هتلاقي الامينو اسيد شايل شحنتين زي بعض، شايل الشحنه الموجبه وشايل الشحنه السالبه. ليه؟ هنا كان شايل موجب وبعدين انت بتتوجه بيه كده في الاتجاه ده، فقاعد يقل في الشحنه الموجبه ويزيد الشحنه السالبه لحد ما يجي في منطقه معينه يبقى الشحنه الموجبه على المركب زي الشحنه السالبه بالظبط. اهي المنطقه ديت اسمها الايزو الكتريك بوينت. ايه هي الايزو الكتريك بوينت؟ تعريف مهم، هي البي اتش ات ويتش اللي عندها الامينو اسيد از نيوت الكتريكالي نيوترال. يعني الكتريكالي نيوترال يعني متعادل كهربائيا، او بمعنى اصح شايل شحنه موجبه تماثل الشحنه السالبه، تعادل الشحنه السالبه. وصلت؟ في الحاله دي ركز بقى معايا تاني، يعني التعريف الاولاني في الحاله دي الامينو اسيد في الحاله ديت لما يكون شايل شحنه موجبه وشحنه سالبه قد بعض عند البي اتش اللي اسمها ايزولكتريك بوينت بسميه زويتر ايون. الله الله، يبقى ايه الزويتر ايون دلوقتي؟ تعالى بقى نروح على الزويتر ايون. تعالى نروح لتعريف الزوتر ايون. ايه هو الزوتر ايون؟ الزوتر ايون بكل بساطه لما الامينو اسيد يكون شايل شحنه موجبه تماثل الشحنه السالبه، وبالتالي هو في الحاله ديت، في الحاله دي بقى ايه؟ هل هو موجب ولا سالب؟ لا، هو متعادل، متعادل شايل شحنتين متكافئتين، ايزو الكتريكال، ايزو الكتريكال يعني، او ايزو الكتريك، ايزو الكتريك يعني متعادل كهربائي. خلاص؟ طيب وبالتالي على فكره في العموم كده بقى عندنا شكلين من الامينو اسيد، مش معلومه دي مش هتكون عند كل الناس، في عندنا شكلين من الامينو اسيد، يا اما مش شايل شحنه ان ايونايزد، يا اما شايل شحنه اقول عليه ايونايزد. خلاص ما علينا. تعريفين هنا مهمين قوي، تعريفين مهمين قوي قوي. ما هو الزويتر ايون؟ هو الامينو اسيد لما يكون شايل شحنه موجبه تماثل الشحنه السالبه،
طب يعني ايه ايزو الكتريك بوينت؟ هي البي اتش اللي عندها الامينو اسيد شايل شحنه موجبه تماثل الشحنه السالبه، او هو البي اتش اللي عندها الامينو اسيد از زويتر ايون، يعني في صوره الزويتر ايون كده او كده بمعنى واحد. طيب بعد ما خلصنا ده كده خلصنا الفيزيكال بروبرتي، الخواص الفيزيائيه، ما هي الخواص الكيميائيه للامينو اسيد؟ الخواص الكيميائيه كالاتي: اول حاجه خاصيه ترجع لوجود، افتكر كده الامينو اسيد ده كان عنده ايه؟ مش كان عنده كربوكسيل وكان عنده امينو وعنده راديكال تشين، ففي حاجات نتيجه دي وفي حاجات نتيجه دي وفي حاجات نتيجه دي. فبالنسبه للكربوكسيل جروب في تفاعلين هيتموا نتيجه الكربوكسيل جروب، ده بقى الكلام ده خد بالك الكيميكال بروبرتي يا دكاتره هتحتاجوها مع الميتابوليزم، يعني تطبيقها هيجي مع الميتابوليزم ان شاء الله. فانتوا تعرفوها دلوقتي مش عشان دلوقتي، تعرفوها دلوقتي عشان الميتابوليزم باذن الله. فاول تفاعل بكل بساطه امينو اسيد اللي هو عنده كربوكسيل جروب، التفاعل الاولاني اسمه دي كربوكسيليشن، يخرج سي او 2 بكل بساطه، يعني السي او ديت تخرج يبقى سي او 2، فيبقى تحول امينو اسيد الى ايه؟ هقول لك دلوقتي تحول الى ايه. يبقى التفاعل اسمه مبدئيا دي كربوكسيليشن، حلو قوي. الدي كربوكسيليشن بيشيل سي او 2 بانزيم اسمه دي كربوكسيليز، ايه السهوله دي؟ بس مفيش اكتر من كده. فيبقى تحول للشكل عامل ازاي؟ يتحول لمركب ما عندوش كربوكسيل جروب وعنده فقط امينو جروب. اسامي المركب ده ايه؟ امين. المركب اللي عنده امين اسميه امين، اي حاجه بقى، حماده امين، اي حاجه، عباس امين، اي حاجه، حط اي حاجه اخيرها امين، ماشي. طيب انا كده اول حاجه اول تفاعل اسمه دي كربوكسيليشن. النقطه اللي بعد كده، النقطه اللي بعد كده في الخواص الكيميائيه او في احنا دلوقتي بدانا في ركزوا معايا، بدانا في الكيميكال جروب، بدانا في الكيميكال الخواص الكيميائيه نتيجه وجود الكربوكسيل، يعني تفاعلات بتتم عشان وجود الكربوكسيل. مين هم بقى التفاعل الثاني؟ اول كان اسمه دي كربوكسيليشن، التفاعل الثاني اسمه امايد فورميشن. انتوا دلوقتي عارفين هو الامايد. بص يا سيدي، هيجي مركب عنده اثنين كربوكسيل، خد بالك منهم واحده في الراديكال تشين، يعني في سي اتش 2 سي اتش 2 اللي عند الالفا مالناش دعوه بيها، التفاعل بيتم عند الثانيه دي اللي جوه السلسله نفسها، انها مش اللي عند الالفا، اللي عند الالفا دي محفوظ كرامتها شويه. طيب الالفا امينو اسيد او الاسف الامينو اسيد ده بكل بساطه بيجي الكربوكسيل جروب بتاعته ديت يتكون او تحول من الشكل ده للشكل ده. ايه هو الشكل ده؟ يعني ما تقعدش تحفظ بقى، ده بكل بساطه الامايد، ده اللي اسمه امايد، دي مجموعه امايد. يعني مثلا ده لو جلوتاميت بقى جلوتامين، ده لو اسبرتيت بقى اسبراجين، ده الفرق بين امايد او بين امينو اسيد وامايد. وصلت؟ طيب ادي كده قصه برضو، خلصنا كده التفاعلات نتيجه وجود الكربوكسيل جروب. التفاعلات اللي بعد كده نتيجه وجود الامينو جروب، وجود الامينو جروب بيخلي المركب يقدر يعمل تفاعلات ايه؟ بص يا سيدي، اول تفاعل بكل بساطه ده امينو اسيد عنده امينو جروب اهو، وفي مركب تاني اسمه كيتو اسيد. خلينا كده يعني ايه، خلينا نهمبك في الكيمياء شويه، اللي جاي ده همبكه علميه، يعني مش صح قوي ان انا اكتب الكيتو اسيد بالشكل ده، بس انا خلينا نهمبكه كده عشان نعرف نفهم القصه. ده مركب اسمه كيتو اسيد. بص يعني ايه اسيد؟ يعني عنده كربوكسيل جروب. يعني ايه كيتو؟ يعني عنده مجموعه كيتون. مش لازم الاثنين جنب بعض كده على فكره، يعني الكلام اللي انا رسمه ده مش صح قوي، بس ماشي، يعني احنا كده هنفهم القصه من هنا. فبكل بساطه يجي مركب اسمه امينو اسيد ومركب اسمه كيتو اسيد ويبدلوا مع بعض، الكيتو يروح للامينو اسيد والامينو تيجي للكيتو اسيد، يعني مجموعه الكيتو دي هتنقل مجموعه الامينو تتنقل. اسمي التفاعل ده ايه؟ التفاعل اللي نقلت فيه مجموعه امين اسمه ترانس امينيشن. فبينتج ايه؟ الامينو اللي كان امينو اسيد يبقى كيتو اسيد، بس جديد بقى، حاجه جديده، واللي كان كيتو اسيد يبقى امينو اسيد جديد. يبقى ايه هو تفاعل ترانس امينيشن؟ تعريفه يقول لك هو ترانسفير اوف امينو جروب فروم 1 امينو اسيد تو كيتو اسيد تو فورم، عشان يكون لي نيو كيتو اسيد اند نيو الفا او نيو امينو اسيد. تمام. طيب التفاعل اللي بعد كده، التفاعل اللي بعد كده اللي هو ايه يا جماعه؟ يعني رجاء ان السؤال ده ما تسالش لو سمحتم، يعني عيد تاني ما احنا مسجلين يا جماعه، الله يكرمكم، يعني خلينا بس نخلص لو سمحتم، خلونا نخلص الكلام مسجل معاكم. طيب النقطه اللي بعد كده او التفاعل اللي بعد كده يبقى امينو اسيد مع كيتو اسيد، ماشي، هيتنقل الامينو اسيد من واحد او الامينو جروب من هنا للكيتو اسيد، والكيتو اسيد تيجي من هنا للامينو اسيد، فيتكون امينو اسيد جديد وكيتو اسيد جديد، هذا معنى ترانس امينيشن. طيب معنى التعريف الثاني دي امينيشن، بكل بساطه الامينو اسيد يفقد الامينو جروب بتاعته، الامينو جروب عنده ديت اللي عمله الكرامه ديت يسيبها ويمشي، فيبقى اسمه دي امينيشن.
الناتج هيكون ايه؟ هيكون كيتو اسيد. فلو ده مثلا جلوتاميت او ده مثلا جلوتاميت او جلوتامين مثلا، يبقى اسمه الفا كيتو جلوتاريت، ده الكيتو اسيد اللي مشتق منه. بحتاج الكلام ده؟ اه بحتاجه، هنعرفه في الميتابوليزم ان شاء الله، مهم قوي في الميتابوليزم الكلام ده. طيب التفاعل الثاني دي امينيشن، بكل بساطه نفقد الامينو جروب. لما بتفقد الامينو جروب ده بيبقى بيتكون محلها كيتو اسيد او كيتو جروب. طيب النقطه اللي بعد كده او التفاعل الخطوه، شوف حتى اللي كاتبه هنا بخط صغير قوي، اسمه ترانس دي امينيشن. بكل بساطه هو ترانس امينيشن يلحقه في نفس الخطوه دي امينيشن، فبينتج ما فيش اختلاف، يعني هو الاثنين اتحدوا مع بعض بس بقوا في تفاعل واحد، فاسمه ترانس دي امينيشن. عندك مكتوب فقط اسما. طيب التفاعل الاخير، خلينا نخلص التفاعل الاخير ده وبعدين لو في الخمس دقايق دول لو في اسئله نشوفها سوا. هو نتيجه وجود الار تشين، نتيجه وجود الار تشين المجموعه الجانبيه. بكل بساطه المجموعه الجانبيه الار تشين ديت فيها هيدروكسيل عظيم جدا. لو فيها هيدروكسيل يعني يفيدنا ايه؟ احنا خد بالكم من الار ديت، احنا قلنا ممكن يكون عنده هيدروكسيل، ممكن يكون عنده صلفه، ممكن يكون عنده بتاع ده ايه تاني، مثلا اسيديك يعني عنده كربوكسيل جروب زياده، ممكن عنده امينو جروب زياده، يعني في قصه. فهو بس نضرب مثال، لو المركب فقط عنده يتميز بان عنده هيدروكسيل جروب يقدر يعمل ايه؟ ده يقدر يعمل كتير وكتير، يقدر يكون حاجه اسمها ايستر فورميشن. ايه ايستر فورميشن ده؟ بكل بساطه لو ده السيرين مثلا، السيرين احنا عرفنا ان عنده او اتش، بكل بساطه يقدر الاو اتش دي تكون حلقه الوصل بين السيرين. فاكرين سيرين لما كان بتقول اوه جلال يو ار مش عارف ايه؟ اهو حلقه الوصل، حلقه الوصل بين السيرين وبين اي مركب تاني اكس. اسمي الرابطه دي في الحاله دي استر. لو دي مثلا مجموعه فوسفيت بسمي ده استر استر بوند. ماشي؟ بس ادي كده قصه الاستر فورميشن. امال يعني ايه جلايكوسيليك بوند؟ ده برضه ناتجه لوجود الهيدروكسيل جروب. بدل ما تقول المركب اكس، يعني انت هنا بس هو نفس الفكره ده، هي نفس الفكره بعيدا عن المسميات وبعيدا عن التفاصيل الكيمياء قوي، مش عايزين نخوض فيها. بس بدل ما تقول مركب اكس قول يا سيدي كربوهيدرات، يعني بدل ما تقول اكس قول كربوهيدرات. الرابطه اللي هتنتج مع الهيدروكسيل جروب اللي في الامينو اسيد وما بين كربوهيدرات مثلا زي الجلوكوز مثلا، دي اسمها اسمي الرابطه دي جلايكوسيليك بوند. بس كده وصلت؟ اعتقد خدتوها في الكربوهيدرات، عدى عليكم في الكربوهيدرات، ما علينا بس خدنا الفكره عنها. يبقى هو وجود لو الامينو اسيد عنده هيدروكسيل جروب ده يتيح له بعض التفاعلات زي تكوين استر او جلايكوسيليك بوند. طيب اخر تفاعل المفروض خالص حاجه اسمها البيبتايد بوند، كده كده هبدا بيها تاني سريعا بكره. بس لو ده امينو اسيد رقم واحد وده امينو اسيد رقم اثنين، هقول فكرتها وكده كده هبدا بيها ان شاء الله مع البيبتايد، هشرح بقى مع البيبتايد. ده امينو اسيد وده امينو اسيد، عنده امينو جروب اهي وده عنده كربوكسيل جروب اهي، بس انا فككها. ايه هي البيبتايد بوند؟ هي رابطه تساهميه كوفالنت بوند هتنتج ما بين الكربوكسيل جروب بتاع الامينو اسيد اكس مع الامينو جروب بتاع الامينو اسيد واي مثلا. ازاي؟ اهو نتيجه خروج ميه H2O ديت مع ليه يخرجوا H2O يخرجوا ويتكون هنا رابطه، الرابطه دي اسمها بيبتايد بوند. نوع الرابطه كوفالنت بوند بتنتج نتيجه دي هيدريشن، مش ان الميه رابطه قويه جدا. هتقول لي رابطه قويه، اقول لك ليه، عرفت منين؟ اقول لك اصل لو جينا نفكك اي بروتين دي ما بتتفككش، يعني روابط البروتينات هنعرفها فيما بعد ان شاء الله، بيحصل حاجه اسمها ديناتوريشن. كل البروتين ممكن يتفكك، دي ما تتفككش، لازم لها حاجات خاصه تفككها، يعني مش سهل تفككها. ايه الحاجات ديت؟ والله عندك حاجه من اتنين، يا اما ان فيترو حاجه في المعمل، يا اخي رش على ميه نار سترونج اسيد او سترونج بيز، او في الجسم نفسه. في الجسم يقدر يكسرها ازاي؟ انزيم اسمها بيبتايديز انزيم. كل ديت عندك تحطها تحت عنوان كاركترز اوف بيبتايد بوند، خصائص البيبتايد بوند، رابطه تساهميه كوفالنت بتنتج نتيجه الكوندنسيشن او الديهايدريشن، ان احنا نضم المركبين على بعض ويخرج جزء ميه. سترونج رابطه قويه، ليه قويه؟ عرفت منين قويه؟ اصل البروتين لما بيتفكك ده ما بيتفككش. امال ازاي يعني ايه خلاص حصلت مش هتخرج؟ لا ينفع تتكسر. ازاي؟ لو في الجسم بره الجسم في المعمل سترونج اسيد او سترونج بيس. طب في الجسم عندنا ان فيفو جوه الخلايا في انزيم اسمها بيبتايديز مخصص ان هي تكسر الروابط البيبتايد بوند او روابط البيبتيدين. كده اكون بفضل الله خلصت اول باور بوينت عندكم تمام عند البنات. طيب في اسئله؟ في اسئله؟ لو في اسئله عموما طبعا هقول لكم نسال ازاي دلوقتي، بس خلينا بس نشوف سريعا كده. خلصنا بفضل الله الخواص الامينو اسيد بروبرتي، اتكلمنا عن السولوبيليتي والانفوتيريك، دول كده فيزيكال، والزيوت ايون دول فيزيكال، دول كده فيزيكال. بدانا في الكيميكال، حاجات عشان الكربوكسيل، حاجات عشان الامينو، حاجات عشان الار تشين والبيبتايد بوند، دول الكيميكال. خلاص يا دكاتره كده بفضل الله نكون خلصنا اول باور بوينت في واصعب باور بوينت في البروتين.
بجد يعني ده اصعب باور بوينت في البروتين. اذا ان شاء الله الدنيا مفهومه وتمام، فاحنا كده في سلام وامان. طيب هنعمل ايه ان شاء الله على الجروب بقى، او هنسال ازاي؟ دلوقتي احنا عددنا بفضل الله كبير، يعني العدد دلوقتي وصل تقريبا 300 وشويه، فالعدد كبير على الجروب، فعشان خاطر نفتح باب الاسئله الناس كلها هيبقى صعب قوي. فهنعمل ايه؟ هنيجي في وقت امتى الوقت ده؟ الى الان مش محددين، مش مشغول بمواعيد ثانيه. هنفتح ان شاء الله مثلا ساعه، نقول يا جماعه دي ساعه ديسكشن، تمام؟ ممكن النهارده ممكن بكره ساعه ديسكشن. الساعه دي هتبقى مسموح لكل واحد يكتب سؤال، والسؤال اللي بعده في بعد 10 دقائق، يعني لحد دلوقتي الرساله اتبعت، فتكتب تخش تكتب سؤال والناس تجاوب كلها لو سمحت. خلاص؟ بس مع مراعاه، عشان بس ما نضطرش نقفل الرساله، عددنا كبير، مع مراعاه الحدود في الكلام، وان الكلام والاجابات تبقى محدده وواضحه. اللي عنده اجابه يتفضل، ما عندوش اجابه خلاص يتسنى يسمع راي زمايله. بس رجاء الناس تسمع الاول الفيديو، لو في اي يعني غلطات ولا حاجه اعذروني، لو في اي توضيح او اي حاجه هنرحب براكم جميعا يعني. خلاص يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله. طيب احمد بيقول احنا خلاص، بص احنا بقالنا اقل من دقيقه، فيعني ايه مش متاح ان احنا نرد قوي، بس هو في اي مكان كتاب القسم يكفي قوي يفيض يعني، في اي مكان يعني. ماشي، وجزاكم مثل، اشوفكم على خير يا جماعه. الرسائل مقفوله دلوقتي على الجروب، بس هفتح